المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العناوين. جلالة الملك وجلالة الملكة يشاركان في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية. الكنائس الأردنية تحتفل بعيد رفع الصليب المقدس حسب التقويم الغربي. البطريرك باتسابالا يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة الجامعة الأمريكية. وفيها أيضاً حياة الرهبنة، تاريخها ورسالتها في المسيحية، في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلا بكم. شارك جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله إلى جانب قادة وزعماء من مختلف دول العالم في مراسم جنازة جلالة الملكة إليزابيث الثانية التي أقيمت بكنيسة وستمنستر في لندن. وحضر مراسم الجنازة غير المسبوقة عدد كبير من قادة وملوك العالم لتوديع شخصية محبوبة وحدت الأمة خلال فترة حكم استمرت 70 عاماً. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد استذكر في رسالة بعثها إلى ملك بريطانيا دور الملكة الراحلة في تعزيز العلاقات الوطيدة بين العائلتين المالكتين والشعبين في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة. ضمن احتفالات كنائس العالم بعيد ارتفاع الصليب المقدس بحسب التقويم الغربي، أقيمت في الكنائس الأردنية القداديس الاحتفالية بهذه المناسبة المباركة بحضور رؤساء الكنائس والأباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وجموع غفيرة من المؤمنين. فضائيات نورسات ومن خلال مكتبها الإقليمي في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، وانطلاقا من رسالتها الإيمانية، قامت بتغطية العديد من هذه الاحتفالات في مختلف مناطق المملكة، وأعدت التقرير التالي. تحتفل الكنيسة المقدسة في 14 من شهر أيلول من كل عام بعيد رفع الصليب المقدس على يد القديسة هيلانا، ويرتبط هذا العيد بحادثة صلب وموت السيد المسيح على جبل الجرجلة. وبهذه المناسبة المباركة أقامت الكنائس الأردنية وبحسب الطقس الغربي القداديس الاحتفالية والصلوات الإيمانية بحضور أعداد كبيرة من المؤمنين القادمين من مختلف المناطق. ففي كنيسة القديس جورج الشهيد للاتين في إربد ترأس النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران جمال خضر قداسا احتفاليا بهذه المناسبة المباركة بمشاركة كاهن الرعية الأب فراس عريضة وحضور جمع غفير من عائلات الرعية. وفي عظة القداس تحدث سيادته عن أهمية الصليب وارتفاعه ومحبته بالنسبة للمؤمنين. المنطلق الصليب ومنطق الصليب هو منطق هذا الحب الذي أحبنا الله به إلى أقصى حد، حتى أنه جاد بابنه الوحيد. والسيد المسيح نفسه يقول: ما من حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل غيره. فهذا هو العيد الذي نحتفل به، نحتفل بانتصارنا، بانتصار السيد المسيح، وبانتصاره انتصرنا نحن أيضا، بانتصاره ننال الحياة وننال هذه الحياة الأبدية. الصليب بعد أن كان علامة ورمز للعذاب أصبح علامة للمحبة، قمة المحبة. المسيح الذي احتمل الألم من أجلنا ومن أجل أن يعطينا الحياة والشفاء. احتفال ارتفاع الصليب هو احتفال شعبي في كل بلادنا. السنة هذه اخترنا أنه نقيم هذا الاحتفال بالاشتراك مع رعية القديس جورج الشهيد في إربد، حتى نتأمل في الصليب ومعاني الصليب وارتفاع الصليب في حياتنا المسيحية. هذا هو شعارنا، هذا هو فخرنا، وهذا هو علامة انتصارنا. فمع المسيح الذي انتصر على الصليب ننتصر معه، وهو علامة رجاء وعلامة أمل لنا في هذه الحياة. فصلاتنا اليوم ترتفع من أجل جميع أبناء الرعية، من أجل جميع مؤمنينا في الأردن خاصة،
من أجل الذين يعانون في الويبدة أيضا في بعد سقوط العمارة. نشترك مع كل المتألمين حتى نرفع علامهم ونشركها مع علام المسيح على الصليب. وعقب القداس توجه الجميع إلى باحة الكنيسة، حيث تم إشعال النار وتوزيع حبات الرمان على المحتفلين، والتي تعتبر رمزا تقليديا مرافقا لاحتفالات عيد الصليب. احتفلت رعاية القديس جورج الشهيد اليوم بعيد ارتفاع الصليب المجيد، واحتفال ترأسه المطران جمال دعيبس مطران الأردن، لأنه مطران جديد احنا حبينا أنه ندعوه حتى يحتفل معنا، نتعرف عليه أكثر، حتى نصلي من أجله ويصلي لنا، لأنه الصليب هو كرامتنا وعزنا وفخرنا. نتعرف اليوم على قيمة كرامتنا المسيحية من خلال هذا العيد، فوجود سيدنا بدعم هاي الفكرة وبدعم كرامتنا اليوم المسيحية في إربد. صليب الغار يا رب مجدا وانتصار، أتانا صليب الغار يا رب مجدا وانتصار. وفي بلدة الفحيص التابعة لمحافظة البلقاء، وبتنظيم من جمعية راهبات الصليب، ترأس سيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن قداسا احتفاليا بمناسبة عيد ارتفاع الصليب المقدس، وذلك في ساحة بيت العناية الإنسانية في الفحيص، بحضور عدد من الآباء الكهنة والراهبات وحشد كبير من المؤمنين من رعايا متعددة. وتحدث سيادته في عظة القداس الذي حضرته راهبات الصليب المشرفات على بيت المسنين عن أهمية هذه المناسبة ومحبة المؤمنين لهذا العيد. عيدنا اليوم هو تعلقنا ونظرنا إلى هذا الصليب المقدس، به ننال الشفاء. الشعب اليهودي نال الشفاء من لسعات الحية ومن سم الحية، ونحن ننال الشفاء من الخطيئة ومن العصيان، وهذا سم أيضا في علاقتنا مع الله وعلاقتنا مع القريب. خطيئة الإنسان الأول كانت خطيئة كبرياء، ونعلم ما معنى الكبرياء في حياة البشر في وتأثير ذلك على علاقتهم فيما بينهم. والمسيح تواضع، الذي لم يعد مساواته لله غنيمة، بل أخلى ذاته متخذا صورة العبد، يعلمنا التواضع بعد هذه الكبرياء. خطيئة الإنسان الأول كانت خطيئة عصيان، ولذلك دخلت الخطيئة إلى العالم، فأتى المسيح وأطاع، أطاع حتى الموت، الموت على الصليب. وفي نهاية القداس تم توزيع الرمان على الحاضرين لأخذ البركة، ومن ثم توجه الجميع لإشعال النار. يا أبو كما أقيمت احتفالات برفع الصليب المقدس في كنائس جبل عمان، ابتدأت بقداس مشترك في كل من كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك وكنيسة مار يوسف للاتين في جبل عمان، حيث ترأس القداس الاحتفالي كل من الأرشمندريت نادر ساوق والأب وسام منصور بحضور عدد من عائلات الرعيتين. نشكر ربنا على هذه النعمة، لأنه تعبر عن على الوحدة في الإيمان والوحدة في المحبة. طبعا عيد الصليب المقدس كما قلنا أنه هو عيد الحب الإلهي، هو عيد الحب الإلهي كما يقول الإنجيل يوحنا، لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. في هذا القداس الإلهي رفعنا صلينا، رفعنا صلاتنا إلى الله العلي القدير أنه يحفظ وطننا الأردن من كل مكروه، وملكنا المحبوب عبد الله الثاني ابن الحسين
وأيضا صلينا لأجل ضحايا عمارة جبل الويبدة اللي توفاهم الله، نقول لهم لهم الرحمة، الله يرحمهم جميعا، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين في هذا الحادث المأساوي. نشكر نور سات ونشكر تيل لوميير، وأيضا صلينا لأجل علنية شفاء جميع المرضى والمتألمين، ليكون لهم صليب الرب يسوع قوة وتعزية وشفاء. وعقب القداس توجهت مسيرة مضاءة بالشموع إلى ساحة كنيسة مار يوسف، حيث أقيمت هناك أمسية ترانيمة رتلها الأب وسام منصور. شكرا لله الذي يعبدنا في موكب النصر في كل حين، كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني الكثيرين. دائما عيد الصليب هو مناسبة للفخر، مناسبة للاعتزاز، لأن صليبنا هو فخرنا وفدائنا وخلاصنا. نحن بجبل عمان ارتقينا من 7 سنوات أنه نعبر عن وحدتنا ومحبتنا لأرادها الصليب من خلال صلاة المشتركة بين كنيسة الرومي كاثوليك وكنيسة اللاتين. فالحمد لله هاي السنة أيضا اجتمعنا بروح المحبة والأخوة اللي جمعتنا دائما، صلينا قدسنا واحتفلنا بإضاءة النار ومباركة الرمان مع بعض. نحن عم نطلب من ربنا أنه ينصرنا دائما بالصليب ويجعلنا دائما من أبناء الانتصار، أبناء المجد، أبناء الخلاص والفداء اللي أرادوا بصليبه بموته وقيامته. هذه الصلاة المرفعها أنه هذا العيد يكون سبب بركة لحياتنا، لبلادنا، لمسيرتنا، يحمينا ويحمي الجميع من كل أخطار، حتى دائما نمشي في ظل وفخر وانتصار الصليب. تم خلالها مباركة ثمار الرمان وإشعال النار حسب التقليد المتبع في هذا العيد. وفي الختام وبهذه المناسبة المباركة، يسر المكتب الإقليمي لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، ممثلا بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل، أن يتقدم بخالص التهنئة والتبريك إلى كافة الإخوة المسيحيين، راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والهناء والسعادة، وأن يحفظ الأردن ملكا ووطنا وشعبا. وكل عام وأنتم بألف خير ومحبة وسلام. رأى غبطة البطريرك بير باتيس سابت سبالة بطريرك القدس للاتين حفلة تخريج الأفواج 6 و7 و8 من طلبة الجامعة الأمريكية في مأدبة، بمشاركة المطران ويليام الشوملي رئيس مجلس أمناء الجامعة وحضور رئيسها الدكتور مأمون عكروش، إلى جانب أعضاء مجلس أمناء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والخريجين وذويهم. وفي كلمته قال غبطة البطريرك بتسبالة إن رسالة الجامعة الأمريكية هي أن تكون مكاناً للقيم الإنسانية والروحية وتعزيز التفاهم والتسامح والحوار والسلام. وتضمن الحفل كلمة المطران الشوملي وكلمة رئيس الجامعة والخريجين التي عبروا فيها عن مدى اعتزازهم بتعلمهم وتخرجهم في هذا الصرح العلمي المتميز. هذا وقد رفعت الجامعة الصلاة من أجل طلبتها وضحايا انهيار المبنى السكني في الويبدة. وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات سلم غبطته الشهادات للخريجين والخريجات في احتفال حاشد وبهيج. ببركة غبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث وقرار المجمع المقدس، سيما الشماس اندراوس شامية كاهناً متوحداً بوضع يد سيادة المطران خريستوفوروس عطلة خلال القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية. وفي عظة القداس هنأ سيادته الكاهن اندراوس على نعمة الكهنوت المقدسة، كما أعلن سيادته تعيين الشماس الجديد رئيساً روحياً لمحافظة العقبة. عاونه في الخدمة عدد من الكهنة والشمامسة بحضور أهل الأب اندراوس وأقاربه وجمع من المؤمنين. كن دائماً بسلام، كن دائماً بفرح، وكن دائماً عارف بوصلة قلبك لوين متجهة، نحو ملكوت السماوات،
غاد أنت والرعية رح تؤتمن عليها. قود نفسك والرعية، رعية المسيح لميل الخلاص اللي هو الملكوت السماوي. يا ابني اليوم ببركة أبينا صاحب الغبطة أنت رح تكون الرئيس الروحي لمحافظة العقبة، رح تستلم رعاية منطقة مهمة. هاي الرعية رعيتنا في العقبة شعرت كتير منا إنه نحن تركينها، ولكن اليوم ببركة أبينا صاحب الغبطة أنت رح تكون الرئيس الروحي لهاي المحافظة، حتى تقدر هناك مع أبونا توما الكاهن الموجود هناك المناوب إنك تقدر تخدم رعيتنا المحروسة من الله عند القديس نيكولاوس في العقبة. وفصلت سيما الشماس زكريا رزق كاهناً على مذبح الرب بوضع يد المطران خريستوفوروس، وذلك خلال القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة رقاد السيدة العذراء. وقد أوصى سيادته الكاهنة الجديدة بأن ينتبه من أجل خلاص نفسه بصلاة يسوع، وأن يهتم في حياته بتنمية الفضائل التي تقوده والرعية إلى المسيح. عاون سيادته في الخدمة لفيف من الكهنة والشمامسة بحضور عائلة الكاهن وجمع من المؤمنين. يا ابني وبعد هيك بدك تهتم قد ما بتقدر أكثر في الخدم اللي رح توكل إليك من قبل الكنيسة ومن قبلي كأسقف ببركة صاحب الغبطة، حتى تقدر تخدم الرعية المؤتمن عليها. أنت يا ابني رح تخدم هون مدينة السلط، هاي المدينة اللي هي من أهم مدن الأردن، هاي المدينة اللي نحنا بكل أسف قصرنا كثير زي ما قصرنا بكل مناطق الخدم في المملكة، ولكن حان الوقت إنك أنت مع قدس الآباء الأجلاء الموجودين، والآباء الموجودين هم من خيرة الآباء الكهنة قدس الإرشمندريت خريستوفوروس الرئيس الروحي، أبونا جبرائيل، أبونا نكتاريوس، زملائك من هاي اللحظة في الخدمة. وصاتي إلكم بدكم تعملوا بقلب واحد، بفكر واحد، بروح المحبة، مش كأربعة ولكن كواحد، لأنه المسيح واحد والكهنوت واحد والخدمة واحدة والهدف واحد اللي هو خلاص نفوسكم وخلاص أبناء الرعية. ضمن حلقات كنيستي لهذا الأسبوع يسرنا أن نخصص حلقتنا اليوم حول كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة الهاشم الشمالي بعمان، لما لها من دور رائد في خدمة العديد من أبناء الرعية في شعائرهم وصلواتهم. المزيد في التقرير التالي. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. بين أروقة وأزقة منطقة الهاشم في قلب العاصمة عمان تقع كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس، تلك الكنيسة البهية بجمال تصميمها المميز، حيث بنيت على شكل صليب عام 1985. في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وببركة من غبطة البطريرك مثلث الرحمات ثيودوروس الأول الذي شكل لجنة برئاسة قدس الأيكونوموس عبد الله حمارنه، نجحت في جمع النسبة الأكبر من التبرعات
من أبناء الرعية لبناء الكنيسة ومرافقها، وانتهت اللجنة من استكمال أعمال البناء عام 1989. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك نوح ملجأ لكل الخطى. عند دخولنا الكنيسة وجدناها مملوءة بالهيبة والروحانية لما تحويه من أيقونات مميزة مرسومة باليد ومعلقة على جدران الكنيسة، ومميزة بالأيقونوستاس أي حامل الأيقونات المصنوع من الرخام، ويحمل أيقونات للسيد المسيح وتلاميذه ولوالدة الإله ولشفيع الكنيسة القديس جورجيوس، ويحمل أيضا قطعا فسيفسائية جميلة تحكي عن أرض الأردن. وعند دخولنا لقدس الأقداس المزين بأيقونة الأرحب من السماوات، نجد المذبح المقدس وموضوع عليه عظمة صغيرة للقديس جورجيوس، وقطعة من ثوب القديس يوحنا ذهبي الفم، ومجموعة أخرى من عظام آباء رهبان قطنوا في شمال الأردن وتحديدا في منطقة أم الجمال الأثرية. يخدم الكنيسة الآن قدس الأيكونوموس عبدالله حمارنة، ذاك الأب الورع الذي يقدم بكل تفان وإخلاص خدماته لأبناء الرعية. حدثنا عن تاريخ بناء الكنيسة وعن الآباء الذين خدموا فيها وعن أنشطة وفعاليات الرعية، حيث قال: في تعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. تاريخ الكنيسة قديس جورجيوس في الهاشم الشمالي هي من أوائل الخمسينات، كانت عبارة عن صالون تعود ملكيته إلى المرحوم عيسى حداد في الهاشم الشمالي، ثم في وسط الخمسينيات انتقلنا إلى مكان آخر، أو في نهاية الخمسينيات انتقلنا إلى مكان آخر. أول كاهن خدم في الهاشم، طبعاً أول كاهن خدم هو المرحوم أبونا سليمان عماري، ثم تلا أبونا جريس النمري، وكان في لجنة مسؤولة طبعاً عن الكنيسة، ولا كلهم متوفين الله يرحمهم، منهم سليمان العبوي ومنهم عواد فخوري وواحد من بيت شليف ما بذكر اسمه، وأيضاً شخص من بيت فاخوري آخر. في الكنيسة أو في المكان الثاني شكلت لجنة جديدة أيضاً كذلك برئاسة أبونا سكاب، طبعاً كان جاي من الكرسي الأنطاكي وخدم في عمان 79 80 تقريبا، بالحدود هيك كان 80، وكانت معه لجنه، شكلوا لجنه منهم سيد المرحوم نايف تادروس وجمال فرحات وعواد الفاخوري وميخائيل تادروس، لموا تبرعات واشتروا قطعة أرض بعيدة عن المنطقة هاي حوالي 6 كيلو 7 كيلو، ف
الأرض كانت لا تصلح للكنيسة، لبناء الكنيسة، كانت بعيدة جداً عن الرعية هون. وبعدين هي جاي في موضع منحدر، انحدار شديد، وعلى أساس فكروا يعملوها كمان مقبرة، برضو كمان ما زبطت ولا زبطت لبناء الكنيسة. حطوا الأرض باسم مين؟ باسم المختار اللي هو سلمان العبوي. ب 79 80 خلينا نقول كان أبونا سكاب وشكل اللجنة الجديدة. طبعا هذا الحكي خدم أظني بعدها أبونا سكاب بسنة أو سنتين، وبعدين سافر يا لبيروت أو رجع ل أو طلع للولايات المتحدة الأمريكية. اللجنة الجديدة اللي شكلت، طبعا الأرض سجلت باسم المرحوم المختار سلمان العبوي، هلا توفى، انتقلت للورث. طلبنا الورثة بالأرض على أساس هاي أمانة عشان نشوف شو نعمل نتصرف فيها عشان الكنيسة. الله يرحمه وأولاده من بعده حقيقة أعادوا الأرض للكنيسة. في الفترة هاي أنا كنت ب 82 كاهن هون، خدمت سنة في مادبة وجيت هون، وكانت الكنيسة تحت عبارة عن 8 متر بالطول بس، بعرض 3 متر. قرروا إنه نبيع الأرض. الأرض بحوالي 40,000 دينار بيعت الأرض، واللي باعوها أولاد المرحوم لأنه كانت باسمهم، فقلنا بيعوها أنتم وجيبوا المصاري. باعوا الأرض هم وجابوا المصاري للكنيسة وسلمونا إياها. فكرنا بناء كنيسة هون، كانت الأرض هاي فاضية وما كان في بنى كثير هون بالهاشمي، وجاي في الوسط ممتازة كانت للرعية. لكن عي يبيعونا أصحاب الأرض، بيعوا هاي القطعة. طبعا ما بدهم يبيعوها لجماعة مسيحية. اللي اشترت الأرض أم جمال تادروس، هي كانت جارة لأصحابين هاي الأرض، قالت لهم إنه لو سمحتم بدي أخذ الأرض أنا وعمر عليها بيت لأولادي. بالطريقة هاي باعوها الأرض، سجلت الأرض باسم بطريركية الروم الأرثوذكس. هلأ بدنا نيجي للبناء. إحنا هاي كنيسة صغيرة لما يكون فيها بس فقط 8 ملوك، والرعية كانت منقطعة عن الصلاة فيها لأن الكنيسة صغيرة ما بتوسع شيء. طلعنا على رحمة البطريرك الله يرحمه مثلث الرحمات اللي هو ذيوذروس، قال أنا بعطيكم ب 9,000 لحد 10,000 دينار، طبعا مش كاش، عبارة عن حفريات. نبلش بالحفريات هون، وبرع بجوز 3,000 للحفريات، للحجر أكم من 1,000، للحديد وإسمنت، طلعت حدود 9,000. إيش كان جاي من اليونان، من دير، من جبل أثوس، الله يرحمه ويقدس روحه أبونا إسحاق الأثوسي، وهو على فكرة راح ممكن يطبوه قديس خلال كم من سنة. فأجى زار الموقع، تعرف هذول الربان منين لهم فلوس وكذا، طالع كم من فراطات قال هذول بركة مني، كملوا الكنيسة. بلشنا اللي متبرعات، واللي أشرف على هاي الكنيسة من بدايتها حقيقة جزاه الله كل خير اللي هو المهندس المعماري نبيل يوسف المصري، تبرع بدون أي مقابل حتى انتهت، وإلى الآن نستشيره في أي شغلة في الكنيسة، هو على أتم الاستعداد يساعد. بس حقيقة نشكر الله، خلصنا من 85 إلى 89. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة.
الأيقونات اللي على الإيكونوستاس اللي هنيك رسمها رسام سوري اسمه جورج النورة. بعدين أجانا الله بعث لنا واحد رسام عراقي ما له خبرة كان بالرسم البيزنطي بس لكن أعطينا أيقونات قال بعمل مثل هذا الحكي بالتسعينات 97 رسم هاي الأيقونات ولزق لنا إياها. طبعا كل هذا الأساس اللي انت شافه تبرع من البنوك من البعثة البابوية الله يبارك فيه السيد رائد البهو اللي هو تبرع لنا في البنوك القرنيط من مجلس الكنائس العالمي ترميد الكنيسة يعني الأشياء الكبيرة أنجزت نشكر الله. وبالفعل قمنا بتأسيس هون في الهاشمي كان يعني بشكل رسمي كانت هي من أول موجود من الأحد كان مسؤول عنها الأستاذ جمال الفرحات اللي هو كان أمين عام وزارة النقل ومدامته هيفا صادق محامية مستلمين مدرسة الأحد وكانت نشيطة جدا جدا. والشبيبي وكانت تقوم بنشاطات كثير جميلة وحلوة على مستوى المخيمات على مستوى اللقاءات روحية مع الكنائس الثانية ومخيمات تقام في مناطق مختلفة. نقوم صلواتنا الآن بشكل كثير كويس. في ناس يعني مش بنفس العدد اللي كان السابق فيه لأنه رحل أكثر من 100 عائلة تصور يعني عدد هذا مش قليل ولا يزال في عملية الهجرة الداخلية. درس الأحد انضموا ضمناهم إلى جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية المشرفة على مدرسة الأحد. عملها الرعائي أو الخدمات في الكنيسة واضحة وهي على تم السلات تقدمت كل المساعدات للكنائس. بالتالي التكلفة تكون عالية شوي لمدرسة الأحد بالصرف رحلات ومصاريف. فالجمعية مشكورة تحملت هذا الشيء. طبعا في ذخائر في عندنا ذخيرة القديس جورجيوس موجود عندي وعندي ايضا من ثوب من القديس يوحنا الذهبي الفم قطعة صغيرة برضو كمان. بالنسبة للعظام الموجودة هناك عند امام الباب الشمالي هي وجدوها في احدى الكنائس الأثرية التي تعود إلى القرون الأولى الميلادية. فربما سيدنا بنديكتوس قال ممكن يكونوا شهداء ممكن يكونوا أبرار ممكن فبالتالي نوزعها على الكنائس. فنحن أخذناها ووزعها على الكنائس وحطيناها هون. إذا وربنا يعرف هذا الشيء وإحنا بنية صالحة يعني أخذنا هذا الشيء وحطيناه. بحب أضيف إن المرتلين اللي كانوا هون على هاي الفترة كان في المرحوم نجيب عويس من الخمسينات ظل نهاية في 83 84 85 ظل مرتل في الكنيسة من الخمسينات هو برتل. القديس جورجيوس محبوب من الكل والمنطقة عندنا هون سواء عند المسلمين والمسيحيين معروف. فمعظم الكنائس في الأردن هي سمت القديس جورجيوس يورس المزارع يعني شفيع المزارعين. بالتالي كونه انه محبوب ومعروف للجميع سميت على اسم هذا القديس.
مساكنك محبوبة يا إله القوات، ففي بيتك يا رب ينبغي السجود والإكرام لمجدك، فاحفظ بيعتك الأرثوذكسية من الآن وإلى دهر الداهرين. آمين. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي العام للاتين في القدس الذبيحة الإلهية بمناسبة عيد العذراء سيدة الجنة المقفلة، وذلك في الدير المشادي على اسمها الطاهر في بلدة أرطاس بمحافظة بيت لحم، بحضور جمع كبير من المؤمنين ومشاركة كشافة تيرا سانتا نسور المهد. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. كلك جميلة وليس فيك عيب، جنة مقفلة وينبوع مختوم. تعظم تعظم، هتفت للرب مريم. أقيم قداس احتفالي في كنيسة الجنة المقفلة في أرطاس بمحافظة بيت لحم بمناسبة عيد مريم العذراء سيدة الجنة المقفلة، حيث ترأس المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي في القدس وفلسطين القداس الاحتفالي بمشاركة عدد كبير من الكهنة وبمشاركة الشمامسة من المعهد الإكليريكي. احتفلنا هذه المرة هذه السنة بقداس العذراء سيدة الجنة المقفلة، وأيضا بالدورة السنوية التي يشارك فيها رعايانا من بيت لحم، بيت صحور، بيت جالة، القدس، مع الكشافة وطلاب المعهد الكليريكي والمؤسسات القائمة في مدينة بيت لحم. هذا الدير اللي احنا فيه يسمى دير إرطاس، وفي راهبات يسموا رهبات إرطاس أو رهبات الجنة المقفلة، في هون بيت ضيافة للحجاج، وسابقا كان في مدرسة داخلي للبنات، و لأنه بطل في طلب على هذا أغلقت المدرسة، لكن بقي الرهبات يصلوا ويكرموا مريم العذراء تحت لقب سيدة الجنة المقفلة والعين المختومة، إشارة إلى بتوليتها الدائمة وقداستها الكاملة. كل عام وجميع المشاهدين بألف خير. حيث امتلأت الكنيسة بالراهبات وممثلي المؤسسات في المدينة والمؤمنين والجوقة التي أحيت القداس وبمشاركة كشافة تيرا سانتا نسور المهد. وتلى القداس الإلهي المسيرة السنوية بالتطواف في ساحات الكنيسة وتمثال العذراء مريم المكلل بالورود محمولاً على الأكتاف وأيقونة والدة الإله. تخلل التطواف صلاة وترتيل، وقبل إعطاء البركة الختمية للجميع تليت صلاة شكر لأمنا مريم العذراء سيدة الجنة المقفلة والينبوع المختوم، وبعدها أقيم حفل استقبال في الدائر. إلي حوالي أكثر من 10-15 سنة، كل سنة باجي هنا بهذا العيد حتى أعيد مع الموجودين. فأنا أصلاً من وأنا بنت صغيرة تربيت في هذا الدير، بحب أجي كل سنة أحضر عيد العذراء. مريم العذراء أم الجميع، تباركنا وتبارك العالم وتبعد الشر عنا. هذا هو صلاتنا ودعائنا لمريم العذراء في هذا النهار، إن شاء الله يحل سلام بالعالم أجمع ويبعد الشرور عن الكل. عيد الجنة المقفلة الدير في أرطاس، وهو دير كتير مشهور ومعروف. نحن كل سنة منيجي منشارك بهذا العيد، كل سنة وأنتم سالمين باليوم المميز مع الجنة المقفلة.
يا مريم سيدة الجنة المقفلة صلي لأجلنا. للنرسات مارلين الحدوة من كنيسة الجنة المقفلة أرطاس. يا مريم سيدة العين المختومة صلي لأجلنا. مندوباً عن وزيرة الثقافة السيدة هيفاء النجار، رعى الدكتور حسين دغيمات مدير معهد الفنون الجميلة بالوزارة الاحتفال الذي أقامته مدرسة وروضة راهبات الوردية في المصدار بمناسبة يوم السلام العالمي الذي صادف يوم الأربعاء الماضي. وتضمن الاحتفال الذي حضرته الراهبة مدلين دبابني الرئيسة الإقليمية لراهبات الوردية في الأردن، والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، وعددا من الأخوات الراهبات والهيئتين الإدارية والتدريسية في المدرسة والأطفال المشاركين في مسابقة الرسم الأولى وذويهم، مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة من أداء أطفال المدارس التابعة للأمانة العامة للمؤسسات التربوية في المملكة، حيث نالت هذه الفقرات إعجاب الحضور. كما شارك في مسابقة الرسم الفن طريق السلام المدارس التابعة للأمانة العامة للمؤسسات التربوية في المملكة. نثمن لمدارس راهبات الوردية هذا الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للسلام، وهذه رسالة من المدارس إلى المجتمع الأردني والعالمي بأن السلام هو المطلب الأساس للمجتمعات. وإضافة إلى ذلك نطلع على الرسومات، المسابقة الرسومات اللي أقامتها المدرسة للطلاب في هذه المناسبة الجميلة، وهذا يعزز عند الطلاب وبرسالة من الطلاب والمدرسة إلى العالم جميعا بأن السلام يجمعه كثيرا من العوامل، والفن أحد هذه العوامل المهمة في نشر وتحقيق السلام في العالم. حبينا إنه بهذا اليوم نعمل احتفال يكون في مسابقة رسم الفن طريق للسلام، نجمع فيها بين مدارس الأمانة العامة في الأردن. طبعا هذا الاحتفال نظمنا له بين المدارس، كتير انبسطوا على الفكرة على أساس إنه إحنا نحاول نربي أطفالنا على السلام، نجتمع كلنا مع بعض من كل الفئات من عمر الكيجي لعمر الأول ثانوي تقريبا، نجتمع نعمل رسومات نعبر عن السلام بالرسم، ممكن نعبر كمان زي ما شفتوا بالموسيقى. إذا المدرسة بلشت مع كل الأطفال من هن وصغار نحاول نربي على هذا السلام، بيجينا مع المحبة مع التسامح مع الوئام، والإضافة إنه يساعدونا الأهل كمان على تربية أبنائهم على هاي المبادئ الحلوة، أكيد رح نعيش بسلام. هي معادلة صغيرة، نعيش المحبة نعيش الوئام نعيش التسامح نوصل للسلام. اليوم نحكي عن الدايفيرسيتي، الدايفيرسيتي اللي هو الاختلاف أو التنوع، وهو اللي إحنا ما بصير نميز بين بعض بغض النظر عن شو عرقنا، شو لون بشرتنا، شو ديننا، شو أصلنا، شو لغتنا أو من وين إحنا. ولازم كنا نحب بعض لأنه الله خلقنا واحد ونحترم بعض، كلنا إيد واحدة. زي ما حكينا عن السلام في له فروع برضه، اللي من أهم الفروع تبعته أنه هو التسامح. التسامح إشي كتير مهم في حياتنا، وإحنا لازم يكون بيننا دائما روح التسامح وما كتير نزعل من الآخرين. لازم نحاول نساعد الناس إذا كان فيهم مشاكل ونحاول نتصالح مع حالنا ونعرف أغلاطنا. خلال Living Peace Sessions اللي أخذناهم أخذنا تحدي كان لازم نعمله لمدة شهر، واللي هو نصلي ونكرس دقيقة من وقتنا لنصلي وندعي للسلام العالمي. أنا أخذت تجربة سفراء السلام مع منظمة Living Peace School of Life، طبعا تحدثنا عن مواضيع كثير وعن أهمية السلام في المجتمع. في عنا التيم وورك هو العمل الجماعي، لازم نكون إيد واحدة حتى نحقق السلام في المجتمع. نظمت الشبيبة المسيحية في الأرض المقدسة مهرجان قصة ابن البلد الذي انطلقت فعاليته في كنيسة المهد ببيت لحم. حضر الافتتاح البطريرك ميشيل الصباح وعدد من المسؤولين في المحافظة وجمع كبير من المؤمنين. وتمحورت فكرة المهرجان الذي استمر 4 أيام بالتعرف على الكتاب المقدس وتاريخ الأنبياء في الأردن وفلسطين، وصولاً إلى المخلص يسوع المسيح وحياته في الأرض المقدسة. وتضمن المهرجان العديد من ورشات عمل للمجموعات الشبابية والعروض الفنية والثقافية والصناعات الغذائية. بمزيد من الأسى والحزن، ينعى المكتب الإقليمي لفضائية نورسات في الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أبناء الوطن الذين فقدوا أرواحهم نتيجة انهيار المبنى السكني في جبل الويبدة بعمان،
سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينعم على عائلاتهم الصبر والعزاء، مع تمنياتنا بالشفاء للجرحى والمصابين. كما نسجل اعتزازنا وفخرنا بكافة كوادر الدفاع المدني وجميع الجهات الأمنية والمساندة التي عملت على مدى عدة أيام على إنقاذ الأرواح العالقة تحت الأنقاض، داعين لجميع أبناء الوطن السلامة والصحة والعافية. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة جديدة بعنوان حياة الرهبنة تاريخها ورسالتها في المسيحية. وقد استضاف البرنامج عبر اتصال هاتفي كل من الدكتور جلال فخوري والأخت الراهبة مريان وكيم من لبنان. وقد دار حديث الحلقة حول الرهبنة والكهنوتية والنسك والفرق بين هذه المصطلحات ومعانيها، فإلى هناك. بالنسبة لموضوع الحياة الرهبانية، يعني إذا بدنا نحكي تاريخ ونقول من أين نشأت، طبعا هي الحياة الانعزالية، طبعا كانت من بداية الإنسان. الإنسان بطبيعته لما بده يختلي بحاله، يفكر بأمور حياته، بيفكر بروحانيات أو بيفكر قبل ما يعرف ربنا وقبل ما يعرف الديانات اللي نشأت، كان يختلي بحاله ويطلع على الجبل يمشي بين الطبيعة يقعد لوحده. هي طبيعته الإنسانية، اللي هو لما بيحتاج أو بتعب أو مثلا يحتاج يفكر بموضوع معين كان يعزل نفسه، يذهب للطبيعة، يمشي، يتسلق جبال، يراقب الطبيعة. فهذه فكرة التزهد أو فكرة الإنعزالية، يعزل حاله عن الحياة الصاخبة، من متاعب الحياة، يطلع يوم يومين ثلاث على البراري ويعاود يرجع يكون مثلا صفى ذهنه وصفى نفسه وصفى فكره وقراراته. من هون هاي طبيعة بشرية، يعني موجودة موضوع الرهبنة أو موجود الفكر. نعم، أو المبدأ تبع الرهبنة. الرهبنة ليست، أولا نقول، ليست بدعة مسيحية. نعم. وليست اختراع أتى به المسيحيين. فكرة الرهبنة بمعنى النسك لأجل الله، الخلوة الروحية، الابتعاد عن العالم، السكون، هاي العناصر الرئيسية، الفقر، العفة، هاي العناصر كلياتها. مثل ما حضرتك حكينا قبل الهواء، انه هاي وجدت بكل الجماعات البشرية، بكل الديانات قبل المسيحية. نعم. كان عندهم هاي الفكرة، ولكن طبعا كل بفلسفته وكل بقانونه وكل بطريقته. ولكن نحن أبناء الشرق عايشناها منذ العصور الأولى للمسيحية، يعني بعد العنصرة شاهدنا كيف انطلقت الجماعات المسيحية. في رهبانيات كالكرمليات مثلا، روحانيتهم منتشرة إنه هني ما بيشوفوا ناس، يعني إحنا حتى ككهنة لما نزور الأجر هنا من خلف الجدار، من خلف الشباك، بيحكوا معنا، عايشين حياة الخلوة مع الله. وإحنا حكينا إنه هاي الخلوة لا تتم إلا من خلال عدة مراحل وصولا لمرحلة العزلة واللقاء الحي مع الله تعالى. نعم. إذا لم تكن الرهبنة هي سر من أسرار الإرادة الإلهية في الحلول في الإنسان. نعم. أي أن الله حينما يحل في الإنسان يبعث روحه القدوس إلى هذا الشخص أو ذاك أو هذه الستة أو كذا ليصبح، لأن الكهنوت والرهبنة هي إرادة إلهية ونداء إلهي وطلب إلهي، مش على كيف الإنسان إنه بده يصير خوري أو بده يصير راهب مثلا، لأنه في دعوة إلهية. اثنين، السؤال الثاني إنه عندما تصبح الإنسان من الروحانية وترك الجسد وأهواء الجسد ورغبات الجسد والحياة المادية على الأرض، عندما يصل إلى الروحانية يصبح ناسك. نعم. والفرق بين التنسك والرهبنة هي أن الرهبنة تستطيع الراهبة أو الراهب أن يعيش مع مجموعة من البشر في حين أنه يعني تتكيف مع المجتمع، في حين أنه الراهبة أو الناسك لا يستطيع أن يجاري الناس، لأنه يجب أن يكون في خلو تام مع الله. نعم. بالنسبة للحياة الرهبانية، هي حالة أو يعني طبيعة حياة بيعيشها الإنسان
لأشخاص معينين ربنا بيدعيهم. هلأ بحكي شوي كيف الدعوة. ومثل ما تفضل أبونا جورج قبل شوي حكي عن التأثير الظرف التاريخي الاضطهادات يلي أدى لتأسيس رهبنة. ونحن رهبنتنا من هودي الرهبنات يلي تأسست بفترة اضطهاد بالشرق وقت اللي صار في قصص بالكنيسة بين شرق وغرب ومين بده يتبع روما ومين تمفوت كتير بهالقصص التاريخية. بهيدا الفترة كمان كان في اضطهاد بالشرق وخاصة بالشرق الأوسط ببلاد الشام. فرهبات بيجوا من دير صيدنايا اللي كانوا محصنات بعده لهلأ دير صيدنايا محصنات بيجوا على لبنان وبمنطقة جون بالشوف بيتبعوا البطرك. هو كان مخلصي راهب يعني كانت الرهبنة المخلصية الرجالية موجودة من قبل. فشوي شوي صار في قوانين صار في رهبنة صار في عدد يفوتوا كان محصنات. هيدا اللي قبل شوي كيف كانوا الكرمل كان أغلب الرهبنات الشرقية أغلبيتها كانوا دايريات أو محصنات بالدير شغلهم كله بداخل الدير. بس وقتها اللي بلشنا بعد المجمع الفاتيكان الثاني وبلش شوي في الانطلاق للرسالة وللخدمة وللعمل خارج الأديرة صار في تجديد للرهبنة. وخاصة هذا الشيء اللي طرحه المجمع الفاتيكان الثاني بالوثيقة الحياة المكرسة طرحوا انه لازم يصير في هذا التجديد داخل الرهبنات. ومن وقتها صار الانتشار للرسالة خارج الدير. أكثر كان العمل بمدارس بمياتم بمستوصفات يعني مع الأشخاص يلي بحاجة يمكن أكثر للرسالة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك وجلالة الملكة يشاركان في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية. الكنائس الأردنية تحتفل بعيد رفع الصليب المقدس حسب التقويم الغربي. البطريرك بتسبالا يرعى حفلة تخريج الفوج السادس والسابع والثامن من طلبة الجامعة الأمريكية. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursajo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا. حتى نلقاكم طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.